فشيء اكثر من رائع بصراحه. وش معنى ايا صوفيا بالذات اللي كانت اول حاجه محمد الفاتح يدخلها بعد دخول القسطنطينيه؟ من الاخر المكان ده لما تدخل فيه تحس باختلاط الشعور. السلطان يوستونيانو سأل ايه بقى؟ قال لك اريد ان ابهر العالم بشيء لم يسبقني اليه احد. المكان اللي احنا موجودين فيه النهارده ده بدا كنيسه ثم مسجد ثم متحف ثم ما تيجوا نعرف مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلب اسطنبول اتحدث اليكم وتحديدا من امام ايا صوفيا. بما اني طالب هنا موجود في تركيا معايا كارت دهوت كارت المتاحف بيتعمل ب 20 ليره المفترض ادخل اي مجان او اي متحف موجود هنا في اسطنبول مجانا طبعا. شايفين الزحمه اللي ورايا قد ايه من اول هناك لغايه هنا؟ انا ما فيش زحمه ولا الكلام ده كله بنعدي على طول. من هنا بدأت تركيا وكيف بدأ السلطان محمد الفاتح في فتح القسطنطينية وازاي قدر يتغلب على الصعوبات اللي واجهت كل الناس اللي قبله وقدر يفتح القسطنطينية. بعد نجاح السلطان محمد الفاتح في فتح القسطنطينية دخل زي ما انا داخل كده على آيا صوفيا. ليه بقى آيا صوفيا؟ وش معنى آيا صوفيا بالذات اللي كانت اول حاجة محمد الفاتح يدخلها بعد دخول القسطنطينية؟ الشعور اختلاط شعور دخول الكنيسه مع اختلاط شعور دخول المسجد، لان زي ما قلنا المكان ده بدا كنيسه ثم مسجد ثم بعد ذلك تحول لمتحف ثم بعد ذلك هنبدا نتكلم وذكرنا في الفيديو ده. بس يعني فحس اختلاط الشعور لما جه عملوه كنيسه كانوا واقفين في اثر الكنيسه، ولما جه تحول بعد كده المسجد تلاقي الله محمد والثقافه الاسلاميه فشيء اكثر من رائع بصراحه. من حوالي 1481 سنه تقريبا الامبراطور يوستونيانوس امر ببناء آيا صوفيا. استمر بناء دير آيا صوفيا حوالي 5 سنين تقريبا. طب ليه يا مازن انت ما بتقول دير آيا صوفيا ما بتقولش ليه كنيسة آيا صوفيا؟ لان في فرق ما بين دير وكنيسة. الدير ده هو مكان للعبادة وفي نفس الوقت يمكن للناس انها تعيش فيه، ولكن الكنيسة هو يكون مكان فقط لغير للعبادة. قعد
قعدت كام سنه بقى كنيسه؟ قعدت حوالي 900 سنه وهي كنيسه. وبعد كده دخل الفتح العثماني والسلطان محمد الفاتح قام بفتح القسطنطينيه وحول آيا صوفيا من كنيسه لمسجد، واستمرت آيا صوفيا مسجد حوالي 481 سنة تقريبا بس. ومن وقتها آيا صوفيا أصبحت أكبر كنيسة في الجانب الشرقي، أكبر كنيسة شرقية أرثوذكسية لمدار حوالي 900 سنة أو أكثر من 900 سنة تقريبا. طبعا استمرت كده لحد ما جه السلطان محمد الفاتح وقام بفتح القسطنطينية. وبعد فتح السلطان محمد الفاتح للقسطنطينية حول آيا صوفيا لمسجد. وبعد كده وفي نهاية القرن العشرين قام أتاتورك بعد تحويل تركيا إلى دولة علمانية حديثة، قام أتاتورك بتحويل المسجد إلى متحف. وبعد حوالي 78 سنة أول مرة يرفع فيها الأذان كان عام 2012 في ذكرى فتح السلطان محمد الفاتح للقسطنطينية، كان أول أذان يقال داخل آيا صوفيا. الله أكبر. إيه اللي خلى السلطان محمد الفاتح بقى أول ما يجي يدخل القسطنطينية ويفتح القسطنطينية يتوجه مباشرة إلى آيا صوفيا ويقرر تحويلها من كنيسة إلى مسجد؟ احنا لازم نعرف حاجة مهمة جدا، إن في الوقت اللي فتح فيه السلطان محمد الفاتح القسطنطينية قبلها كانت منتشرة إشاعة إن السلطان محمد الفاتح وكل اللي معاه برابرة، يعني كل همهم هو إراقة الدماء فقط لا غير، إن هم يقتلوا الناس بس. فأول ما شعب القسطنطينية عرف إن القسطنطينية سقطت الكل هرب إلى آيا صوفيا عشان خاطر يستنجدوا فيها وعشان خاطر يقعدوا فيها، خصوصا ان كان في الوقت ده منتشر ظاهرة ان المسيح عليه السلام سيدنا عيسى هينزل عليهم ويخلصهم من محمد الفاتح وكل من معه يعني. وعشان كثرة انتشار الشائعات الى اخرها من الاشياء هربوا كلهم الى داخل آيا صوفيا. فقرر السلطان محمد الفاتح ان هو يروح لهم ويبقى اول شيء يدخله بعد فتح القسطنطينية هو ان هو يروح آيا صوفيا ويطمن الناس. وبعد ما طمن السلطان محمد الفاتح كل شعب القسطنطينية وكله اطمن على امواله وعلى على نفسه وعلى بيوته وعرفوا ان مفيش حد هيضرهم في شيء، قرروا ان هم يرجعوا مرة اخرى من الدير ويسيبوا آيا صوفيا ويرجع كل واحد منهم لبيته تاني. بس كده. وبعد تحول آيا صوفيا من كنيسة الى مسجد ثم الى متحف اتمنع فيها الأذان واتمنع فيها إقامة الصلاة لغاية حوالي 2012. في 2012 في عهد أردوغان رجع من جديد إنها تقام فيها الأذان، ولكن إلى الآن لسه الصلوات لم تقام فيها، ولكن إن شاء الله في وقت قصير جدا بإذن الله هيرجع من جديد إن هم يقيموا فيها الصلاة، زي مثلا في عام 2014 كانت أول صلاة تقام داخل آيا صوفيا. وفجأة وأنا بصور قابلني واحد من جمهورية أبو الأمزان. عمر. عمر درس لغاية الثانوية في السعودية وبعد كده جاي هنا، جاي تركيا بقاله أسبوع فلقيته جاي بيسلم عليا بيقول لي إن هو يعني من جمهورية أبو الأمزان. أهلا وسهلا بك يا عمر. أهلا والله. أخبارك إيه؟ والله كله تمام الحمد لله. صدفة جميلة والله. ربنا يكرمك ويصل لك الحال إن شاء الله. آمين. أتمنى بقى تكون أنت تتفرج أنت كده، ده تعتبر في آخر الفلوج جديد. بعد ما اتفرج على الفلوج قول لي رايك بقى في الكومنتات على اليوتيوب ان شاء الله. حبيبي يا عم شرط بيك ان شاء الله نقابلك تاني وانت احنا كده كده مع بعض في اسطنبول. مش مصدقين لقيناك يا باشا. ازيك يا عم؟ انا فاكرني انا فاكرك من ايام هذا يا شيخ ذكرني فيها المؤتمر حق تعارف ودي شيء كنت تتكلم اشارات انت مسوي عربي. يا غازي عنتاب. غازي عنتاب يا كنت انا بترجم اغنيه بلغه الاشاره بلغه الاشاره يا شرط بيك. اسمي كريم. ايه اسمي علي. اهلا وسهلا بيك علي. امورك طيب؟ انا بخير والله الحمد لله. زمان عنك يا رجل فينك؟ موجود اهوت والله. الله يخليك تعمل ربنا كده. لا لا مش بس مباشر، احنا هنا فلوج بس بصور كنا بنصور اخر الفلوج يعني. اسمي كريم. ايه اسمي؟ علي. علي حبيبي شرفنا بك يا انا اكتر والله. ربنا يكرمك نشوفك تاني وغازي عنتاب ان شاء الله. حبيبي ربنا يكرمك. حبيبي علي ان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. ربنا يكرمك وباذن الله نتقابل تاني ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. حبيبي يلا سلام عليكم. تقول لي بقى حاجه حبيبي؟ يلا سلام عليكم. فعلا رب صدفه خير من الف معاد. شاير الفيديو لاصحابك، واكتر حد هيشير الفيديو لاصحابه ويبعت لي ده ان شاء الله هكتب له اسمه وانزله له في المعلم القادم اللي هكون موجود فيه، غالبا هيكون برج غلطه طور.
بس. وبكده وصلنا لنهايه الفلوج بتاعنا. كل واحد بقى يكتب لي في الكومنتات يقول لي ايه اكتر حاجه بتعجبه في الفلوجات متابع عشان خاطرها القناه. يقترح يقول لي في الفلوجات القادمه ان شاء الله تحبوا ازود ايه اكتر، مشاهد الدرون اكتر من فوق، تحبوا اصور التايم لابس نزود منه اكتر، تحبوا نزود من المعلومات التاريخيه اكتر. كل واحد يكتب بقى في الكومنتات ويقترحوا اماكن نروح فيها. وان شاء الله انا تقريبا قدامي حوالي شهر كمان في اسطنبول باذن الله، نلف اكتر من مكان تاني باذن الله في اسطنبول. يلا نشوفكم في تركيا على خير باذن الله. السلام عليكم.